نفس الرقم ده، بس بنعمل ايه؟ بنشوف ايه الرقم اللي بيتكرر، الرقم اللي بيتكرر كام؟ 3. فبنكتبه مره واحده بس ونحط عليه شرطه، علامه الشرطه دي دوري. طبعا ما حدش يفهمها غير احنا. يعني ايه؟ لو واحد من بره قلت له اقرا ديت هيقول لك 3 من 10 وفيها شرطه. لا، دي الشرطه دي معناها ايه؟ دوري. يعني ايه دوري؟ ما تضحكش يا عبد الله، شايف؟ يعني ايه دوري؟ معناها ان حاجه متكرره كذا مره. طيب ممكن تبقى بصوره ثانيه، ممكن بدل رقم طول ممكن يبقى تيجي لك بالمنظر ده 10 مثلا، ولكن كده ادي 3 4 3 4 3 4 3 4 وهكذا. الرقم اللي بيتكرر هنا كام؟ مش الثلاثه، ده ال 34. يبقى لما اكتبه بصوره دوري هيكتب 34 بس، اللي هي الوحده اللي بتتكرر بس، واحط فيها ايه؟ شرط. يبقى احنا عندنا العدد الكسر العشري الدوري اصله كسر عادي، ولكن كسر عادي ماله؟ كسر عادي ماله؟ كسر عادي فاهمني، بس تحول لكسر ايه؟ عشري، بس بصوره ايه؟ دوري. يبقى الاعداد النسبيه عندي ليها ثلاث صور. ايه الاعداد النسبيه؟ قلنا الاعداد النسبيه يا اما كسر عادي يا اما كسر عشري او كسر عشري ايه؟ دوري. طيب في صور ثانيه، قبل ما نخش على الصوره الثانيه، احنا قلنا الاعداد الصحيحه اهي طورناها بقت اعداد ايه؟ نسبيه. يعني معنى كده لو سؤال صغير، هل الثلاثه عدد نسبي؟ واحد يقول لي يا استاذ الثلاثه عدد نسبي. ايوه عدد نسبي. ليه؟ لان العدد النسبي الثلاثه، العدد النسبي اللي هو ثلاثه ده، هتقول لي يا استاذ ده مش كسر يا استاذ عشان يبقى نسبي. ده صحيح، قلت لك ايوه صحيح، وفي الاصل طبيعي، لكن مقسوم تقسيم كام؟ واحد. يبقى انا حطيت على صوره كسر ولا لا؟ حطيت على صوره كسر، يبقى عدد نسبي. يبقى معنى كده نركز بقى في الحته اللي جايه دي، ان كل الاعداد الطبيعيه اعداد نسبيه، كل الاعداد الصحيحه اعداد نسبيه لانها كلها تقسيم واحد، لكن مش كل عدد نسبي عدد طبيعي لان النسبي فيه كسور، الطبيعي ما فيهوش كسور، ولا كل عدد نسبي عدد صحيح. ليه؟ لان في اعداد نسبيه فيها كسور، يعني ثلث وربع وكده، ديت مش اعداد صحيحه. يبقى كل ما تنزل لتحت الاعداد الطبيعيه داخل الاعداد الصحيحه، والاعداد الصحيحه داخل الاعداد الايه؟ النسبيه. بالاعداد النسبيه واخده كل الاعداد ومزوده عليها كمان اللي هي الاعداد الايه؟ الكسريه. طيب لقينا في حاجه احنا مشكله عندنا، يبقى احنا دلوقتي الاعداد اللي احنا اتكلمنا عنها هي كام عدد؟ ها؟ ثلاث مجموعات دلوقتي، اللي هي الاعداد الطبيعيه اول حاجه ظهرت، بعد كده الاعداد. يبقى اول حاجه ظهرت الاعداد الطبيعيه. نقول كده الاعداد الطبيعيه ايه؟ ايه هي؟ اللي هي الاعداد اللي هي 0 و1 2 3 4 وهكذا. بعد كده طورناها وكبرت بقت اعداد صحيحه. الاعداد الصحيحه ديت اللي هي قلنا الموجب والسالب والصفر، بس كلها اعداد صحيحه، يعني تقسيم كام؟ واحد. عشان واحد يقول لك يعني ايه عدد صحيح؟ تقول له يعني تقسيم واحد. طيب لو بعد كده ظهرت الاعداد النسبيه، قلنا الاعداد النسبيه اللي هي نون. بص انا مش هكتب بقى طبيعيه وصحيحه، انا بكتب رموز بس. الاعداد النسبيه قلنا اللي هي صوره كسر عادي او كسر عشري او كسر عشري دوري. طيب بعد كده ظهرت اعداد غريبه شويه، الاعداد الغريبه ديت ايه هي؟ ولا هي نسبيه ولا هي صحيحه ولا هي طبيعيه. عايز اقول لك ان كل المجموعات دي ممكن اشيلها واحط كلمه نسبي، لان النسبي جواه الطبيعي وجواه الصحيح. يبقى انا كل ده ممكن اشيله واحط نون جواها كل ده، جواها الطبيعي وجواها الصحيح وجواها النسبي. ظهرت اعداد مختلفه خالص، زي ايه؟ اول حاجه لما نعمل مثلا قبل ما نخش عليها، لو قلنا جذر الاربعه، جذر التركيع الاربعه. جذر التركيع الاربعه لما انت اخدته السنه اللي فاتت، بنشوف العدد اللي داخل الجذر. ايه العدد اللي ضرب نفسه؟ يدينا اربعه اللي هي الاثنين. طيب ساعات بيكتبوا موجب او سالب، ساعات اثنين ايه موجب بس حسب نوع المساله. طيب لو قلنا الجذر التكعيبي لمثلا 27، الجذر التكعيبي 27 بدل تكعيبي يبقى عدد ضرب نفسه ثلاث مرات يديني 27، ده الكلام ده انت خدته السنه اللي فاتت. ايه الرقم اللي اتضرب في نفسه ثلاث مرات يديني 27 اللي هو عباره عن كام؟ الثلاثه. فهلاقي الجذر ده طلع في صوره ايه؟ عدد
نسبي. ما انا بقى كبرت شويه ممكن اقول عدد نسبي، او ممكن اقول عدد صحيح، او ممكن اقول عدد طبيعي. لكن لقيت مشكله ثانيه ان ايه؟ ان ممكن يبقى رقم اللي جوه الجز التربيعي مثلا 2. هو في عدد ضرب نفسه يديني 2؟ لا، الاثنين تيجي عن طريق 2 ضرب 1 او 1 ضرب 2 بس. لكن في عدد ضرب نفسه يديني 2، يعني 2 في 2 1 في 1، لا. فهنا العدد اللي هو ملوش جذر، ده ملوش جذر ايه؟ يطلع بره، فبسميه عدد مش نسبي، يعني غير الاعداد اللي فاتت. طيب ممكن اجيب الجذر التكعيبي مثلا، وهتقول الجذر التكعيبي عدد ملوش جذر، مثلا السبعه. هو في عدد يتضرب في نفسه 3 مرات يديني 7؟ لا، فملهاش جذر، يبقى ديت برميها تبع الاعداد الغير نسبيه. طيب لما اقول لك جذر التربيعي 5 ده عدد نسبي؟ لا، لان لما تقول يساوي مش هيطلع لي عدد هنا دي قيمه محدده. لو قلت لي جذر 9 بتطلع 3. فكل الجذور دي اللي هي ملهاش قيمه، ما تقدرش تطلع لها قيمه صحيحه او قيمه نسبيه، يعني ممكن يبقى مثلا انا بطلع لك جذر يطلع لي مثلا 3.2، لكن كل الاعداد دي لما انت تعملها بالحسبه هيطلع لي ارقام كتيره جدا في الحسبه. معنى ارقام كتيره يعني ماليه الشاشه ان هي مش محدده. لو الشاشه 8 ارقام هتطلع لي 8 ارقام، لو 20 رقم هتطلع لي 20 رقم. فالاعداد دي كلها اعداد غير اللي فاتت، اللي فاتت كانت كلها نسبيه، يعني كل الاعداد اللي فاتت اسمها نسبيه، طب دي غيرها فسميناها اعداد غير نسبيه. يبقى النوعيه الرابعه من الاعداد ايه هي بقى؟ اللي هي الاعداد الغير نسبيه، الاعداد الغير ايه؟ نسبيه. يبقى النوعيه الرابعه من الاعداد احنا قلنا الطبيعي، بعد كده الصحيح، بعد كده نسبي. الاعداد بعد كده اللي هي الاعداد الغير نسبيه. ونرمز لها برمز ايه يا استاذ؟ انا نرمز لها برضه بالرمز، اول حرف منها نون، لكن هي عشان نفرقها عن الاعداد النسبيه فقلنا نون شرطه. يبقى الاعداد الغير نسبيه عباره عن اعداد اللي هي نون ايه؟ شرطه. طبعا اللي ماشي معايا واحده واحده فاهم، اللي سرح شويه انا هعيد تاني كله بسرعه واحنا بنشرح ليه التمرين، هنعرف من بعيد. فيبقى عندي الاعداد عباره عن شقين هما الاساسيين، الاعداد النسبيه اللي هي جواها الطبيعي وجواها الصحيح وجواها طبعا النسبي. هما التلاته داخل بعض يديني اعداد نسبيه. والاعداد اللي مختلفه عنهم خالص اعداد غير ايه؟ نسبيه. طب تقدر تقول لي يا استاذ امثله للاعداد الغير نسبيه؟ هقول لك وخلي بالك منها قوي. لو قلت لك عدد مثلا زي جذر 3، جذر تربيعي 3، ببص للرقم هل ليه جذر؟ طبعا انت بتعمله بالحسبه. ملوش جذر بتلاقي ارقام كتير كده، يبقى معناه ايه؟ عدد غير نسبي. ممكن نقوله ايه تاني؟ الجذر التكعيبي ل 10. بعرف ازاي؟ انت طبعا دلوقتي بتستخدم اله حاسبه، انت راجل كبير، فانا عشان بدل لو مش عارف اروح اعمل جذر تكعيبي لعدد 10 بالحسبه. لقيت ارقام كتيره ماليه الشاشه كلها، يبقى ده عدد غير نسبي. ده في الجذور تربيعي او تكعيبي. طيب في حاجه ثانيه العدد غير نسبيه هيقول لي باي. لو افتكرنا باي اللي هي كنا بناخدها قبل كده اللي هي بتخش في مساحه الدايره ومحيط الدايره، كنا بنقول محيط الدايره 2 باي نق. مساحه الدايره باي نق تربيع، فالباي دي عباره عن ايه؟ هي طبعا كنا احنا واخدينها قبل كده، لكن قيمتها ايه يا استاذ؟ قال لي قيمه الباي ديت اسمها القيمه التقريبيه. من اسمها كده يعني هي مش مؤكده، تقريبيه، يعني ممكن تزيد شويه وتقل شويه. فقال لي ما دام الباي دي قيمه تقريبيه يبقى هي مش محدده، فهنحطها تبع الارقام اللي هي مش محدده، اللي هي الارقام احنا بنسميها سله المهملات بتاعت الارقام اللي هي مالهاش قيمه محدده. ايه هي؟ العدد الغير نسبي. يبقى العدد الغير نسبي شكلين. اول لحد دلوقتي احنا قلناه، اول شكل ان هو يبقى عدد جذر تربيعي ملوش قيمه معينه، او جذر تكعيبي ملوش قيمه معينه فهي محدده، او طباي. وفي حاجه ثانيه ايه هي؟ قال لي انت فاكر لما احنا قلنا الاعداد اللي هي الكسر العشر الدوري، قلنا الكسر العشر الدوري نسبي، يعني زي ما اقول كده مثلا ادي هنا 2 1 2 1 2 1 2 1 وهكذا. لما تلاقي الوحده بتتكرر هي هي، اذا كان رقم او رقمين او ثلاثه بنسميه عدد نسبي. لكن لو لقيته بالمنظر ده 2 1 1 2 1 2 2 1 1، هل هنا في وحده بتتكرر بترتيب؟ لقيناها 2 بعد كده 1 1 بعد كده 2، دي
واحد يتلخبط يقول لي ده كسر 10 دوري، لا ويعمل لك نقط زيه، ده ما يعتبرش كسر 10 دوري، لان الدوري لازم تتكرر وحده كامله يعني 21 21 21 او كده. فده بدل بنسميه تبع سله المهملات بتاعت الارقام اللي هي الاعداد الغير نسبيه، اللي هي الاعداد الايه؟ الغير نسبيه. يبقى انا هنا هو لما بقى امحي ده كله واقول خلاصه اللي احنا قلناه ايه؟ ايه خلاصه اللي احنا قلناه؟ ان احنا الاعداد اللي عندنا اللي احنا قلناها اللي هي الاعداد، اول حاجه الاعداد الطبيعيه كبرت بقت اعداد صحيحه، كبرت بقت اعداد ايه؟ نسبيه. خلاص؟ دي كلها كده الجزء الاولاني، الطبيعيه كبرت بقت اعداد صحيحه، كبرت بقت اعداد ايه؟ نسبيه. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الاعداد الثانيه اللي هي ظهرت اللي هي الغير نسبيه. دي الاعداد اللي احنا قلنا عليها اللي هي مالهاش قيمه معينه. تمام؟ كل ده بقت اسمها الاعداد الحقيقيه. ورمزنا ليها بالرمز اول حرف منها ح. يبقى معنى كده ان ح عباره عن، ممكن نقولها بطريقتين. نقول الاعداد النسبيه اتحاد الاعداد الغير نسبيه، هنحطهم مع بعض. طيب لسه الناس جايه دلوقتي؟ تمام؟ وفي ممكن تبقى واحد يراقب طريقه ثانيه، ايه هي؟ ان ممكن تبقى اعداد طبيعيه، اتحاد الصحيح، اتحاد النسبي، اتحاد الغير نسبي. كده او كده صح. يبقى انا عشان ما الخبطكش ان كل الاعداد اللي بتظهر عندي، كل الاعداد اللي بتظهر عندي هي اعداد حقيقيه. موجب، سالب، كسر، جذر. جذر ليه قيمه او ملوش قيمه، باي، كل الاعداد اللي انت بتشوفها دي اعداد حقيقيه. لكن بتنقسم جواها ايه بقى؟ هنشوفه مع بعض كده عشان وقتنا. تعال نشوف الجدول، بيقول لي انا اصنف الاعداد الاتيه حسب مجموعات الاعداد التي تنتمي اليها. طبعا هي محلوله في الكتاب بس احنا هنحلها من الاول عشان نعرف. تعال نشوف اول رقم بسرعه كده مع بعض. سالب 6 هل هو عدد طبيعي؟ لا، فبنعمل كروس لان الاعداد الطبيعيه الموجبه والصفر بس. طب عدد صحيح؟ ايوه، لان موجب وسالب والصفر ينفع، يبقى السالب 6 عدد صحيح. طب عدد نسبي؟ ايوه، لان النسبي عباره عن موجب وسالب وصفر وكسور. طب غير نسبي؟ لا، لان قلنا ان غير نسبي ليها ايه؟ شروط، حاجات معينه، ليها جذور مالهاش قيمه، او جذور تكعيبيه مالهاش قيمه، او تربيعيه مالهاش قيمه، او اللي هي القيمه باي، او الارقام اللي هي زي ما هنشوفه بعد كده. يبقى الاعداد لما تبقى نسبيه اكيد هتبقى غير نسبيه. يعني انت مثلا عدد نسبي ما ينفعش تكتب لي عدد غير نسبي، لا، يا نسبي يا غير نسبي. فهو ما دام نسبي يبقى غير نسبي اكيد، يعني هو ما دام حصل ان هو نسبي يبقى بعد كده غير ايه؟ نسبي. طب حقيقي؟ ايوه، اي عدد قدامك هنا هيقابلك حقيقي. طب تعال نشوف مع بعض كده. 1 و5 على 9 ده عدد طبيعي، ما دام في كسور في كسر يبقى ما فيهوش ايه؟ ما ينفعش، يبقى مش طبيعي. طب صحيح؟ لا. طب نسبي؟ ايوه، لان في كسر. طيب غير نسبي؟ لا، ما احنا قلنا ما دام نسبي يبقى ما ينفعش يبقى غير نسبي، والعكس. طب حقيقي؟ ايوه، انت دور على الحقيقي ديت على طول من غير ما ايه؟ ما تحسبها، كله حقيقي. طب الصفر عدد طبيعي؟ ايوه. الصحيح صفر عدد صحيح؟ ايوه. نسبي؟ ايوه. غير نسبي؟ لا، لان قلنا غير نسبي ليها اشكال. حقيقي؟ ايوه. طيب الكسر ده احنا قلنا 23 دوري، ما دام عليه شرط يبقى دوري. دوري قلنا هيبقى طبيعي؟ لا، الطبيعي ما فيهوش كسور. طب صحيح في كسور؟ لا، ولا كسور عشريه ولا كسور اعتياديه. طيب نسبي؟ ايوه قلنا نسبي، لان ده كسر 10 دوري اهو فوقيه شرطه. طب غير نسبي؟ احنا قلنا ما دام هنا صح يبقى هنا غلط اكيد، لان هنا لو صح هنا هيبقى غلط. يبقى لو نسبي يبقى اكيد غير نسبي؟ لا. حقيقي؟ ايوه. طيب تعالى 68% ده عدد طبيعي؟ لا. ليه؟ لان هو عدد كسر. طب صحيح؟ لا. طب نسبي؟ ها؟ ايوه نسبي، لانه صوره كسر 10. طب غير نسبي؟ احنا قلنا لا، ما دام هنا صح يبقى انا غلط. حقيقي؟ ايوه. طيب جذر 2 احنا قلنا الطبيعي ما فيهوش جذور، بس بعد ما نشوف قيمتها، هل جذر 2 له قيمه؟ لا، يعني جذر 2 ما ينفعش يجيب لي قيمه. فيبقى جذر 2 هنا ماله؟ مش عدد طبيعي ولا عدد صحيح ولا عدد نسبي. ليه؟ لان قلنا العدد النسبي لازم يبقى له قيمه، هو ملوش قيمه هنا جذر 2، فبيترمى في سله المهملات يبقى غير نسبي. يبقى ما دام انت قلت نسبي يبقى لازم هنا غير نسبي، او العكس، لو هنا غلط يبقى انا صح، لو انا صح يبقى غلط، ما يتقابلوش هما الاثنين مع بعض.
طب حقيقي؟ ايوه. نيجي للباي بقى اخر حاجه بسرعه. طبيعي؟ لا. ليه؟ لان هي قيمه تخريبيه كسر، وكسر ايه؟ ليس له قيمه محدده. طب صحيح؟ لا. طيب نسبي؟ ها نسبي؟ لا، لان احنا قلنا قيمه تخريبيه مش محدده. غير نسبي؟ ايوه. طيب حقيقي؟ ايوه. يبقى احنا هنا العدد يبقى عندي متصنف تبع الارقام اللي ايه؟ اللي عندي. وشفنا هنا الارقام اذا كانت سالبه او موجبه كسر او عشريه دوريه او كده. طبعا هنكمل الحصه اللي جايه بالنسبه للجزء الباقي. لو في باقي الجدول فيه حوالي ثلاث ارقام او كده هنكمله المره الجايه. ولو في اي حاجه مش مفهومه طبعا هنعوضها في الصف باذن الله لما اقابلكم. ونشوف كده ان شاء الله باذن الله نتقابل في حصه ثانيه بتكمله الايه الجزء ده ان شاء الله بكره. هنكمل الجزء اللي هو باقي الجدول بجانب الجزئيه اللي هي التمارين على اللي هي الدرس. انا هكتب لك اللي احنا شرحناه النهارده واصوره لك وابعته لك على الايه؟ على الجروب. وان شاء الله تبقى ايه؟ فاهم معايا. ولو في اي حاجه برضه ايه؟ ان شاء الله نعيدها بكره او نراجعها بكره. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.